استضاف معرض آرت سوا بمنطقة القوز في دبي معرض الفنان التشكيلي اللبناني محمد رواس. احترافي قرار ممارستي الفن بشكل احتراف بلشت بانتمائي للجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة بال 71، تخرجت بال 75، حصلت على منحة الجامعة للدراسة بالخارج، توجهت إلى إنجلترا ودرست سنتين بسليد سكول أوف فاين آرت يونيفرسيتي كوليدج لندن، وبال 81 رجعت على بيروت والتحقت بالتعليم الأكاديمي للفنون بالجامعة اللبنانية، استمرت 26 سنة إلى 2009. كنت خلال هالوقت تعلمت بالجامعة الأمريكية بالجرافيك ديزاين بروجرام 12 سنة من 92 ل 2004. هيدا هلأ معرضي العاشر الشخصي، عرضت في بيروت، عرضت في لندن، وعرضت في دبي، وشاركت بحوالي 40 بينال عالمي للفنون التشكيلية والفنون الطباعية. ما عندي بعملي موضوع معين أكرس له مجموعة من اللوحات، لا، هو أتنقل من موضوع لآخر، مستوحى من الجو المعاش بالمنطقة أو ما يلفت نظري من مفردات الجو المعاش. أعمال المعروضة هي 13 عمل منفذة بين العامين 2009 و2012، وبتجسد المرحلة اللي عم بشتغل فيها حاليا، اللي هي مؤلفة من الدمج بين الألوان والتركيب البنائي كونستراكتيف، حيث يوجد إنشاءات ضمن بالإضافة إلى المساحة الملونة فيها استعمل الخشب، استعمل المعدن، استعمل الدمى المصنوعة من الريزين. ما يميز العنوان المعرض إذا بدك اللي هو تعليقات كومنتريز، إنه بما أني في عملي الفني أستعمل استعارات وإشارات ورموز ومرجعيات تأتي من مصادر ثقافية مختلفة، مصادر تاريخية مختلفة، وفي استعارات بين الفن الكلاسيكي القديم والفن المعاصر، نظراً لإيماني بأنه الفن هو استمرار. نحن لا يمكن أن نرى كل شيء في التجربة الإنسانية برأيي أنا مبني على ما سبق، لذلك ما فينا نقول أنه أي نشاط إنساني هو نشاط مستقل بذاته وولد فجأة، هو التراكم تبع التجربة الإنسانية التي أدت بما فيها الفن. لذلك لما أستعير من الأعمال الفنية القديمة أخرجها من مضمونها السابق في اللوحة القديمة وأضيف إليها كونسبت أو مفهوم جديد يعبر عن العلاقة التي تربط والتي أؤمن بها بين التجربة الإنسانية القديمة والمعاصرة. يعني الطبيعة الإنسانية واحدة والتجربة الإنسانية واحدة، لذلك أؤمن بهذا الربط. نتيجة الاستعارات من ثقافات مختلفة والاستعارات من أساليب فنية مختلفة وأحداث تاريخية ثقافية سياسية غابرة ومعاصرة، نشأ في عملي بعض الالتباس بالنسبة للمشاهد، بحيث أنه ما عم يقدر يستوعب ما علاقة هالعنصر بهالعنصر، أو نتيجة رغم أننا نعيش في زمن الإنترنت حيث المعرفة متاحة للجميع، ما زال يبدو من المستحيل على أي فرد ما أن يحيط بكل أنواع المعرفة. لذلك كانت فكرة المعرض تعليقات أن يرافق معرضي كتيب مكرس لشرح كيف جاءت فكرة كل لوحة،
وهي ما هي أسباب الرموز والعناصر التي أستعملها بها، ولماذا هي موجودة في هذا الجمع. في لوحة inclination أو ميل، المرأة بهذه اللوحة هي دارسة وكأنها في جو أكاديمي مرتبط بالديزاين أو الهندسة أو التصميم، وأشير بالتحديد إلى تعليم مدرسة الباوهاوس التي نشأت في ألمانيا في بداية القرن، حيث المثلثات والخطوط الهندسية، ويوجد في أعلى اللوحة نموذج نمطي من التصميم الهندسي لهذه المدرسة. مثلا في تعليق آخر على لوحة بعنوان أين تعيش، Where you live، لوحة المرأة فيها تمثل دور الحاضنة والراعية لبيتها والمهتمة به. فإذا أين تسكن أو أين تقيم بالمفهوم المباشر لها هو المنزل أو البيت. فهناك امرأة تحتضن نموذج لبيتها تمسكه بحنان، امرأة أخرى تحمل نموذج لبيت أيضا. لذلك هذا البيت هو الذي هنا دور المرأة في العناية بمفهوم البيت. العنصر البيفتال أو الأساسي بالعمل هو استعارة للوحة عازفة العود لكارافاجيو التي أدخلتها في لوحتي، وهي هنا المرأة تتغنى بالبيت، لأن النص المكتوب في الأغنية في اللوحة يشير إلى لوحة من ضمن كلماتها: بيتي ليس حيث أسكن، وإنما هو في قلب الرفيق العمر أو الزوج أو الحبيب. لذلك مفهوم البيت هنا انتقل من البيت المادي إلى البيت العاطفي في قلب الشريك.